أمريكان إكسبرس تخليك تسحب كاش من صرافات بنك ساب والبنك السعودي للاستثمار في أي مكان بالمملكة. اطلب بطاقتك الآن عبر زيارة americanexpress.com.sa. نبدأ من اليمن، حيث شنت طائرات التحالف العربي غارات على عدد من مواقع الانقلابيين في صنعاء. وكانت المقاومة قد أعلنت بدء عمليات تحرير الجبهة الغربية لتعز تزامنا مع قصف طائرات التحالف مواقع الحوثيين في مناطق جنوب شرق المحافظة. مرحبا، ليش تختار أمريكان إكسبرس؟ لأسباب كثيرة، منها أنها تحمي مشترياتك ضد السرقة والفقدان والكسر لمدة 90 يوم. اطلب بطاقتك الآن عبر زيارة americanexpress.com.sa.